كلها في التفاح في الشعب، وصار هذا قصف وشربنا من ديرنا وجينا على كل سمير قعدنا هان. وهذا شايف كيف المعيشة عندنا، ولا دخل ولا مساعدات ولا في حاجة. وكل الحين عندنا بخير 20 شيك بيعوه، ولا رز، الرز عندنا 15 بيعوه عندنا ب 16 شيكل. وهذا نحن شايفين زي ما انت شايف كيف النار. تعال تفضل، تعال شوف كيف المعيشة عندنا، تعال تفضل تفضل هنا شوف كيف المعيشة عندنا هان. ايوه شايف كيف المعيشة عندنا هان. وضعنا صعب بالمره، وضعنا مش حد يطلع عنا ولا حد يطلع فينا. هاي الوضع عندنا، شايف كيف الوضع عندنا؟ المية على الضوء، المية الوضع الصحي عندنا يا زلمه سيء كثير كثير الوضع الصحي. هاي زي ما انت شايف كيف الوضع الصحي عندنا، تعبان كثير يعني، ولا اكل ولا شرب ولا الواحد معاه صار يشتري له وجبه حاجه صار رد ما في شيء. هاي شايف كيف النار، ولا النار حزنان علينا فيها، ولا 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 ذرة غاز ولا في عندنا حاجة، ولا حتى لبنة نظيفة ولا ما نلاقينا يا عمي. هاي العيشة عندنا يعني، تعال شوف كيف الوضع عندنا. حتى عندنا الماء المالحة كمان بتعمل لنا مراد للولاد، ولا عندنا ولا ابني كل يوم ما بعرفش يجيب له دواء، ما بعرفش ايش اعمل له. ولاد ما فيش علاجات عندنا. ولا اكل ولا شرب يا عمي، حلونا. شوفوا لنا حتى تصير في الدنيا اللي احنا عايشينها، حرام عليهم.